داك من هذا العراق وكل الله يحفظك والله يحفظك والله الله يسلمك ان شاء الله سريع سريع السلام عليكم. احنا اليوم زيارتنا للوزاره حتى نتاكد من الخدمه اللي مطلوبه لهذه الفئه الكريمه من العوائل، من الاخوه ذوي الاعاقه، من الباحثين عن العمل. انا اللي اريد اوصله لكم يعني يكون واضح انه هذه الحكومه واحد من اهم واجباتها انه الخدمه لكم مقدمه، وهذا لا منا ولا فضل من عندنا، هذا واجبنا. احنا الحمد لله يعني لاول مره نزيد التخصيصات اللي مطلوبه للوزاره، سواء كان على صعيد الحمايه الاجتماعيه ذوي الاعاقه، قانون التقاعد والضمان تنفذ وراح يكون من اليوم نافذ، المتقاعدين راح تجيهم زياده ان شاء الله، الراتب التقاعدي للقطاع الخاص راح يكون الحد الادنى 500,000، الحمايه الاجتماعيه المشمولين راح تستمر هذه التخصيصات، وراح تستمر البطاقه التموينيه ايضا لهم، اذا اكو اعتراضات اكو لجان تستلمها. ذوي الاعاقه راح نزيد العدد على سنه 24، احنا ايضا شملنا بال 103,000 بهذه السنه، فراح نكون بخدمتكم